السبب يعني دخولنا للإسلام هو شلون بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا كل شيء سبب. السبب الأول هو كان هو مرضي، كان عندي كان أنا كنت مصاب بمرض السرطان الغدة الشوكية الغدة الرقية. بعد ما والدي أجرى مراجعات أطباء وهاي بالعراق، كان عندي صديق، وهذا الصديق كان يعمل معنا بالدقائر بالهاي. هو هذا الرجل يعني أخذني إلى سماحة المرجع الديني السيد محمد صادق صدق قدس الله سره الشريف عن طريق هذا الرجل. ولما عرف حالتي المرضية كنت أرتدي هاي مال الغدة حتى كان ورم عندي كل كبير، فعن طريق هذا الرجل في يوم من الأيام قال لي أنا أخذك إلى مدينة النجف. طبعا أنا ما زار نجف قبل بحياتي، ولا ما أقول لكم ما أسمع بيه بس ما زايرها. قلت له ما يعني أنا رجل شلون تقول ولا علاج أطباء عيست من الرحم يعني عيست من الدنيا، أنا محددين عمر إني ما أعيش من خاطر طبي مالي. يعني قال لي 98 مت عبره أنت هيك، قال لي 98 مت عبره يعني حدك معين. وأنا ولد الوحيد لأبويا، ما عندي أخ ولا أخوات، أنا ولد الوحيد لأبويا. واحنا من عائله يعني الحمد لله شكر. ولما اخذني هذا الرجل وداني من مدينه النجف، اخذني يوم يتالف بي ذكرى استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، يتالف برمضان كان. فاثناء الطريق قال لي احنا انت وحظك نشوف هذا الرجل لما نشوفه. هذا الرجل شويه صعوبه العثور عليه، يا ابو شنو هو طبيب؟ ما لا وانت يعني رجل يعني اي اسم رحمة الدنيا. فوصلنا النجف تقريبا الساعة 12 الظهر 11 الظهر. انا ظليت قاعد بسيارتي، عندي سيارة خاصة مالتي كان عندي، انتظرت بسيارتي. هو راح للبراني، راح شاف السيد قدس الله سره ورجع سيد محمد صادق وقال اجى قال لي السيد موجود وحيشوفك وحيلتقى بيك. هاي بعد نص ساعة ورجع لي. قفلت سيارتي، كان عندي سيارة والدي، قفلت سيارتي ورحنا لمقابلة السيد قدس الله سره. فالبراني من السيد في ذاك الوقت كان ما طب له سيارة، ما طب دربونا ضيقة بركم ماله ذكر حلاق كان بوقتها. فطبينا للبراني شوي انتظر الجو، كان السيد اكو غرفة فوق قاعد بيها فوق جو فوق مو طابق الأول طابق الثاني. وغرفة ديكورة قاعد بزاوية قدس الله سرير السيد، كان قاعد بزاوية وماكو أحد يمه. فمن طبينا أنا وهذا الرجل سيد محمد، ظل ينظر عليه وظل يباوع عليه يعني بس يبي له سبحته وباوع عليه. كنت خايف متردد لأن دخلت في عالم ما داخله قبل، ولا شايف هيك عالم قبل، لا ملتقي الشخصيات معممين وهاي الشخصيات، شفت الجماعة الجو قبل ما التقي. بس كانت نظرته نظرة إلي مو نظرة يعني رجل طبيعي. حتى أول ما طبينا ما لقد الكلام، أنا قلت السلام، قلت له مرحبا حجي، كنت أسميه حجي، إحنا كان عندنا رجل سن نسميه حجي ما نسميه سيد، أنا ما نعرف السيد وهاي. فأول كلمة نطقها سماحة السيد قدس الله سره قال لي حبيبي احنا لسنا في زمان مرحبا، قل السلام عليكم. فبعد على السيد محمد قال شو يقول لك السيد سوي، قلت له السلام عليكم، رد عليه قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانطاني تفسير ايضا في نفس الوقت، قال لي اخاف تقول هاي تحية الاسلام، تحية هذه التحية يسمون بها العالم كله يعني النصارى والمسلمين كلهم يقولون هذا السلام، هذا يعني فكر هاي تحية الاسلام بس يعني واحد يقول هذا السلام. وانا كنت لابس قاط في ذاك الوقت، بنطلون وقميص سترة وسترة، احنا يعني عملنا سلاح ما يفارقنا، كنت شايل مسدس وياي في ذاك الوقت، راح في مكان ما مأمن عليه سلاح هو امن شيء وياي اشيله. بس انا بعد عن السيد تقريبا نص متر عن السيد واقف، انا وقفه وهو قاعد. فقال لي انت لما تحمل سلاح وانت في مدينه الامان مدينه علي بن ابي طالب، ولا يجوز لك حمل السلاح. زين السلاح مالي ما يبين اصلا ولا واقف يمي ولا يبين. فشوية صار عندي نوع من الخوف، فقال لي انك تحمله في الجهه اليمنى. فرد علي السيد محمد قال لي انت شايل سلاح؟ قلت له نعم شايل سلاح. طلعت السلاح مالي
قال لي صح اللهم صل على محمد وعلى محمد سيد محمد. فأنا صار ارتفاع باسمي كل شعور خوف شعور ثاني. لأن شيء يعني مو شيء ما يقدر أفسر لك إياه. شلون أعرف أنا لا قاعد يمه ولا أبين وجو تحت يعني سترة شلون أعرف أنا لا وقف عقلي في ذاك الوقت. فقلت قال لي روح ضم سلاح. قلت أنا عندي سيارة روح ضميت السيارة سلاح جوا السيارة أنا أحكي نفسي. وهذا فترة رجوع للسيارة مالتي حتى أضم السلاح مالي صار عندي نوع من شك بيني وما بين نفسي. أروح ما أرجع لبعد أشغل سيارتي أرجع للبيت. هذا رجل مو هذا ساحر هذا كذا هذا يعني تفكيري يدور ببالي. لا أنا ما أرجع لبعد أركب سيارتي منه أرجع لأهلي. فأثناء يعني شغلت السيارة أرجع حتى أروح ما أرجع أقابل بعد أنهزم يعني ما أسوي مقابلة وياه. حسيت إني محتاج هذا الرجل. فالشعور صار عندي من الله ما ادري شلون اميز لك اياه شلون افسر لك ما ادري حسيت اني محتاج هذا الرجل فعلا. رجعت سالت مره ثانيه ورا ربع ساعه رجعت له قال لي تعال اقعد يمني قال لي صفه قال انزع هاي اللابسه قلت لك ما البلاعيم اللي لبسوها هنا عم الورم شويه لا يبين عندي خلى ايده علي نزم ايده خلى ايده على البلاعيم مالي نزم هاي مكان مالي الالم قال لي حبيبي انت عندك عقوبتين عقوبه دنيويه عقوبه اخرويه انت جاي تعاقب عقوبه الدنيا هسه. فسالت حجي ليش اني بالذات قال سالني اسئله قال اتشرب الخمر اتزني قلت له الخمر اشرب خمر احنا عندنا الخير بالخمر وانا راجل ما متزوج عندي علاقات نسائيه عندي. وقال لي ماذا عملت قلت له عملي تاجر. التفت على قال لي انت عبد من عباد الله يفعل بعباده ما يشاء يقول لي شيء يكون فيكون. فرجعت قلت له حجي يعني الله من دون العالم كله اختارني اني انا يعني هاي امه محمد كلها تشرب عرق وتسوي يعني ايش معنى لاني. التفت علي قال لي حبيبي انا اقول لك شيء واحد انا لا اقدر اقول لك شو قد تعيش شو قد تموت مثل ما يقول لك الدكاتره ما تفحصك بالليزر لا تفحصي في مستشفى تكريت لان انا طارق عادي يصير خال والدي خالد خالتي يعني خال والدتي خاله يصير. ففحصت بهاي المستشفى مضيت 15 يوم تحت اشعه الليزر يعني كادر طبي قوي يعني. فقال لي انت متى عبرت 98؟ فقال لي لا اقول لك شو كنت تعيش شو كنت تموت ولا عندي ليزر افحصك به بس انا لك عندي دواء اسمه دعاء اسال الله شفاء هذا دواء لك. لك عندي دواء اسمه دعاء اسال الله شو هاي دواء لك يفيدك دعاء ابني لما يفيدك. قلت له حجي انا ميدك هاي ايدك هاي شو تسوي شو تفسر انا هاي بس. التفت على سيد محمد قلنا ناخذ ابو الحسن نسلم بيد ابو الحسن نسال الله ابو الحسن ما يقصر اياه. زين ابو الحسن منو؟ من ابو الحسن؟ ما اعرف بعد ابو الحسن منو؟ علي بن مطالب غيره وكان في وقتها ما اعرف. وانا حيودوني بعد ما اعرف. نزلنا من البراني متوجهين الى الامام سلام الله عليه. اثناء نزلنا خروجنا البراني لقانا سيد مصطفى وسيد محمد قدس الله سبحانه وتعالى استشهد ولده في سياره مسي بوش 82. ساله قال له وين متوجه مولاي؟ ما قال له قال له مولاي. فقال له الى زياره امير المؤمنين لقضاء حاجة الاخيره النصراني. قال له تحب اجياكم؟ قال له ما يحتاج. توجهنا للبراني من البراني الى الامام سلام الله عليه. فسالني السيد قال لي انت عندك سياره؟ قلت له هاي سيارتي. كان عندي اولدز لونها ماروني. قال لي افتح لي السياره. فتحت السياره قال لي عندك الطوفان البنايه 5 مرات الطوفان هناك بالسياره. يعني افترض الامام. قلت له حجي هاي شو فرها هاي بنايه كل شيء يعني ازدحام وهاي. قال لي عيدك يفتر هاي البناية. فأول ما صعدنا بالسيارة ما قبل أحد صعدنا بس أنا وياه صعدنا بسيارتي. فدنا إحنا بنا طبيعة حلوة يعني نخلي شغلات بالسيارة حلويات شيء نقدم للشخص. فقدمت له علج أبو السهم. لحد هذا علج أبو السهم. قال أنا ما أكل علج. طلعت العطر كنت أستعمل عطر تيراس ذاك الوقت تيراس أرقى عطر في ذاك الوقت. قلت له هذا حجي هذا عطر. قال انا حبيبي لا اضع عطوركم هذا عطور تضعون تقرون النساء بهذا عطور الشيطان. قلت له حجي هذا عطر ما له دخل بالشيطان. قال لي انا لا استعمل عطوركم.
فافترينا طفنا الإمام خمس مرات. سألني سؤال قال لي الإمام كم باب بيه؟ قلت له حجي أنت سويت لي فراغ خمس فراغ قال لي الإمام كم باب بيه؟ قبولي من أول أحسب البوب حتى أعرف، ما حسبت البوب. قال لي بيه خمس بوب. قال باب واحد ملغي وبي أربع بوب. قال أخاف في يوم من الأيام تزور علي بن طالب، أنه علي بن طالب ليس له باب واحد، له أربع أبواب. تجي من الشرق يقول لك أهلا وسهلا بك، تجي من الغرب يقول لك أنا، تجي من الجنوب يقول لك أهلا وسهلا بك. بس شنو قصده هاي ما كنت أعرف شنو قصده بالضبط. فطبقنا السيارة نزلنا، رجع كرر عليه السؤال قال لي وإحنا بباب الحضرة بدنا نطب يعني بعدنا ما تعبين. قال أنا مو قلت لك لك عندي دواء اسمه دعاء؟ قلت له نعم. قال لي هنا موعد دوائك. في هذه اللحظات أنا قلت لك حسيت إني داخل إلى عالم غريب وخوف متردد في قلبي. لأن ما أعرف مصيري وين حيصير بعد، وفي نفس الوقت ما ماخذ الأمان كلش من السيد سماحة السيد، يعني ما كان عندي ذاك الأمان القوي لأن أنا الوحيد اللي أحس في هذا العالم، وكنت متردد إلى واحد من أقربائي يشوفني في هذا المكان. فقلت لك من دخل الباب الحضرة لقيت السيد ونزلنا الدرج وهو لاثق في لازم إيدي هو. وسيد بدأ وشيء شوية يعرج يعني مش ثقيل شوية بالحركة مو سريع. فدرج درج على ما ينزل لقيت الناس داخل الحضرة الآلاف، ما أقدر يعني أعدد لك العدد إيش قد لقيته، شحسب لك شحسب يعني كأنهم ينتظرون هذا الرجل يجيهم. وكل ساحة السيد المولى وصل السيد المولى، بس هذا السيد المولى ما قال محمد طارق، هذا السيد المولى. فلقيت الآلاف التفت عليه، هذول اللي يلبسون شفقات حمر الخدم يسموهم، ايش يسموهم بالحضرة الخدم، ايه. فالتفتوا الماية والأمان حتى يعبر. فهو لازم بإيدي لازم قوية كلش يعني حتى أحس بألم من قوة إيده يعني زي ما حاضر إيه. وشو هذا يجيب ابنه يجيب بنته اللي عنده مريض يشفع يمسح بعبايته ويمسح بإيده وياخذ من بركاته. فثالث سؤال قلت هذا الرجل شنو هيك الناس هيك تحبه؟ شنو هذا الرجل؟ شنو علاقته بهالناس هاي؟ ويش الناس هيك تلفتت وياه على دائره مدائره؟ شو حيقدم لي هذا الرجل؟